السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من الرياضيزيا. النهاردة الفيديو رقم 3 اللي بنتكلم فيه عن الانتجريشن. هناخد الجزئية النهاردة بتاعت الانفرس فانكشنز اللي هي الدوال العكسية، ازاي ممكن تيجي السؤال بتاعه وانت بتحسب ايه التكامل. طبعا عشان تفهم الفيديو دوت المفروض تكون متابع معانا في الفيديو رقم 1 والفيديو رقم 2 في الانتجريشن، هتلاقي الدنيا ماشية معاك. جميل، النهاردة هنبدأ فيديو رقم 3، نتكلم على ايه الانفرس فانكشنز. ففي شوية رولز كده المفروض تبقى عارفها في الاول. الانتجريشن بتاع ايه بقى؟ يو داش اوفر اي سكويرد بلس يو سكويرد دي اكس. لما يقابلك المنظر دوت فالانتجريشن بتاعه هيكون ايه؟ اليو ديت هتبقى فانكشن في اكس، تمام؟ اليو دي فانكشن في الاكس. لو قابلك الشكل دوت هيبقى الانتجريشن بتاعها واحد على الاي، اللي هو هيبقى رقم هنا سكويرد تان انفرس يو على الاي، تان انفرس يو على الاي بلس سي طبعا، تمام؟ يبقى ده الرول الاول في الفيديو بتاع النهارده. ليه بقى اتكتبت بالصورة ديت؟ لو كان عندك تان انفرس يو كان الديريتيف بتاعها ايه؟ كان يو داش اوفر 1 بلس يو سكوير، صح؟ يو داش على 1 زائد يو تربيع، ده كان الديريتيف بتاع ايه؟ الديريتيف بتاع تان انفرس يو. هنا نفس اللعبة جاية من هنا، بس عشان عندك هنا رقم فالمفروض ضربنا وقسمنا على اي سكوير فطلع معاك المنظر دوت. يبقى لو قابلك انتجريشن بالصورة ديت هيبقى الإجابة بتاعته ايه؟ تان انفرس. الشبيه ليه بقى على طول هو التانش انفرس. التانش انفرس، التانش دي من الدوال الهايبربوليك، يو داش على اي سكويرد ماينس يو سكويرد دي اكس هيبقى واحد على اي برضو تانش، تكتب كده تانش انفرس يو على اي، تانش انفرس يو على اي، تمام؟ في عندك دوال هايبربوليك زي الشاين والكوشاين والتانش والكوتانش والسش والكوسش. الستة دول شبه بتوع الدوال المثلثية اللي هي التريجونومتريك فانكشنز، اللي هي الساين والكوزاين والتان والسك والكوسيك والكوتان، طبعا باختلاف ايه الخواص بتاعهم واختلاف الرسم. فدي برضو لو جات لك بالمنظر دوت ولقيت اللور عندك اي سكويرد ماينس يو سكويرد، واليو دي هتبقى فانكشن او ممكن تبقى اكس، ففي الحالة دي هتبقى ايه؟ هتبقى تانش انفرس. رقم 3، لو جالك منظر كده الانتجريشن بتاع يو داش، ده مشهور ده شوية، يو داش على ايه؟ على اي سكويرد ماينس يو سكويرد دي اكس. لو قابلك المنظر دوت كنت ايه الحاجة اللي بتعمل لها دريفيتيف يديلك المنظر ده؟ بالظبط كانت الساين انفرس، كانت ايه؟ الساين انفرس يو على ايه. لو عملت derivative للساين انفرس يو هيديلك المنظر دوت بس من غير ايه؟ اي سكوير. فعشان نظبط الشكل هيبقى ساين انفرس يو على ايه، لو جيت عملت له derivative كده زي ما هو هيديلك الشكل دوت بالظبط، ساين انفرس يو على الاي. رقم 4، الشبيهة لديت بالمرة، هناخد الشبيهة بتاعت كل واحدة اللي هي يو داش على السكوير روت بتاع ايه؟ بتاع اي سكويرد بلس يو سكويرد دي يو سكويرد دي اكس. لو جالك المنظر دوت ديت الشاين انفرس، شاين انفرس يو على ايه، ديت الشاين انفرس ايه؟ يو على ايه. يبقى الشاين انفرس يو على ايه الديريفيتيف بتاعها لو جيت عملته هتلاقي اللي تحت الروت بيكون بوزيتيف، بيكون الترمين ايه؟ مجموعين، اي سكويرد بلس يو سكويرد. انما الساين انفرس اي سكويرد ماينس يو سكويرد ما ينفعش تعكس. لو جيت بقى عكست هيديلك الايه؟ الكوشاين. الانتجريشن بتاع يو داش على يو سكويرد ماينس اي سكويرد دي اكس ديت ايه؟ ديت الكوشاين، كوشاين انفرس يو على ايه. يبقى لو كان الرقم ناقص الفاريبل عندك اللي هو هيبقى الحاجه اللي بعد الانفرس ديت هتبقى ايه؟ ساين انفرس. لو كان الفاريبل ماينس الرقم في الحاله دي هتبقى كوشاين انفرس. طبعا بتكلم لو كان الكلام دوت تحت الروت، تمام؟ هنستعمل القوانين ديت، هخلي الورقة كده بعيد عني بس في كل اكزامبل هنحتاجها هروح ايه جايبها تاني وافكرك بشكل الرول. تعالى كده ناخد شوية اكزامبلز نشوف الدنيا بتاعتنا هتبقى ماشية ازاي. لو جالك كده ده اكزامبل 1،
اكزامبل 1 عندك. لو جالك كده بقول لك الانتجريشن بتاع دي اكس على اكس سكويرد بلس 9، دي اكس على اكس سكويرد بلس 9، تفكيرك هنا هيكون ما بين حاجتين، يا اما الاجابه هتبقى لين المقام او الاجابه هتبقى حاجه من الدوال الانفرس. ليه هنا مش هتنفع لين المقام؟ لان انت ما عندكش ديريفاتيف اللور اللي عندك او ديريفاتيف الحاجه اللي في المقام بكام؟ ب2 اكس. هل هي موجوده فوق في البسط؟ لا، مفيش حاجه موجوده في البسط. امال ايه اللي موجود في البسط؟ موجود واحد، هي صحيح مكتوبه كده، ممكن تتكتب بالصوره دي عشان تبقى ايه قصادك بالظبط، هتبقى اكس سكويرد بلس 9 وادي دي اكس هي على السطر، يبقى فوق في واحد، فوق مفيش 2 اكس، وانا ما اقدرش اضرب واقسم ايه في 2 اكس واقسم على 2 اكس، مفيش الكلام دوت، يبقى ديت هتبقى ايه حاجه من الانفرس. يبقى بالمنظر دوت مش هينفع لين المقام لان الدريفتيف بتاعه مش موجود فوق، اللي هي الانتجريشن بتاع يو داش على اليو كانت هتبقى لين اليو، هنا مش هتنفع لين اللي هي بتاعت الفيديو اللي فات. فده تفكيرك هيجي، هل ديت شبه حاجه من الانفرس؟ هنروح جايبين الورقه بتاعت الرولز، ادي الورقه بتاعت الرولز زي قصادك، انهي واحده دول انت كده فكر، يا ترى الاكزامبل ده شبه انهي واحده من دول؟ شبه الاولى طبعا، هتستبعد اللي فيهم السكوير روت في المقام، التلاتة اللي تحت اللي هي 3 و 4 و 5 دول انت استبعدتهم، حيرتك ما بين 1 و 2، طبعا هنا عندك الفاريبل ناقص، سوري الفاريبل زائد الرقم، فانت كده بتتكلم في الرول الاولاني، لان انت عندك مش هتفرق الرقم زائد الفاريبل او الفاريبل زائد الرقم، مظبوط، يبقى دوت ايه متظبط على الرول الاولاني، صح؟ يبقى ديت الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى tan inverse. عايز تظبطها على شكل الرول بالظبط وتخليها الرقم زائد الفاريبل او الرقم زائد الاكس، هتبقى كده وعادي يعني، هيبقى واحد على 3 سكوير 3 سكوير بلس اكس سكوير دي اكس، كده انت مظبطها على شكل الرول بالظبط. هل اتغير السؤال؟ لا، هي هي لما تقول 9 زائد اكس سكوير، هي هي لما تقول ايه اكس سكوير زائد 9 او اكس سكوير بلس 9، يبقى انت كده مظبط شكل الرول بالظبط. مكان الاي هنا هيبقى 3 ومكان اليو هيبقى اكس، وهل اليو داش موجود فوق؟ اه، اليو هنا باكس، اليو هنا باكس والاي ب 3، فاليو داش هيبقى بكام؟ اللي هو ديريفيتيف الاكس هيبقى بواحد، يبقى انت كده شغال صح، مكان اليو داش 1 ومكان الاي 3 ومكان اليو كام؟ اكس، يبقى انت كده شغال صح، هتبقى الاجابه 1 على الاي، يعني 1 على 3 tan inverse x على التلاتة زائد c. طبعا في الاول بتضطر تعملها بالطريقة دي وتجيب الرول قصادك وتقارن، بعد كده هتلاقي نفسك بتعملها ايه بسرعة، هتلاقي نفسك بتجاوب على السؤال دوت ايه بسرعة. طب لو جينا كده اكزامبل تاني، تعالى كده نشوف الاكزامبل دوت، لو جاء وبالصورة ديت دي اكس على ايه، على السكوير روت بتاع 25 ناقص 16 اكس سكويرد، اهي المسألة جاية كده، دي ممكن نظبطها شوية، طبعا دي مش هتبقى طبعا لين مستبعدة تماما، لان انت عندك هنا البراكت باور هاف، الفكرة اللي ممكن تيجي في دماغك ترفعه فوق باور نيجاتيف هاف وتزود واحد وتقسم على نيو باور، بس دي برضو مش هتنفع. ليه؟ لان ديريفيتيف الحاجة اللي انسايد ذا براكت مش موجودة بره، لو كان الديريفيتيف الحاجه اللي جوه الروت او جوه البراكت موجوده بره كنا هنزود واحد ونقسم على نيو باور ونمشي بالقانون اللي هو ايه، اللي هو اف داش مضروبه في براكت اف اوف اكس مرفوع لباور ان، فهيبقى ان بلس 1، هيبقى اف اوف اكس باور ان بلس 1 على ان بلس 1، فمش هتنفع الصوره ديت، يبقى ديت اكيد حاجه من الانفرس. دي ممكن نظبط شكلها حاجه بسيطه، الدي اكس هركنها كده بعيد على السطر، وديت تتكتب بالصورة ديت، خليها حاجات سكوير، ال 25 دي ممكن تتكتب 5 تربيع ناقص ال 16 اكس تربيع، ديت تتكتب كام؟ تتكتب 4 اكس الكل تربيع والواحد فوقها، يبقى انت كده كأنك ما عملتش حاجة، بص لها كده كويس، مكان ال 25 بقى 5 تربيع، مكان ال 16 اكس تربيع 4 اكس الكل تربيع، ديت لو وزعت التربيع عندك هتبقى كام؟ 16 اكس تربيع. هتبتدي تجيب الرولز بقى وتشوف دي شبه انهي واحدة من دول، دي شبه انهي واحدة؟ اهي المسألة اهي والرولز اهي، انت طبعا هتستبعد اول اتنين لان مفهومش جذر، فهتبص على اخر تلاتة، هتبص اللي فيهم ماينس، الاول رقم تلاتة وخمسة اللي فيهم ماينس، ده الرقم ناقص المتغير، رقم ناقص الفاريبل، ف
فالرقم ناقص ال variable يبقى انت بتتكلم في rule number 3. عندك ال a بكام؟ ال a بخمسة. وال u بكام؟ ال u اللي هي الحاجة اللي تحت ال square تبقى 4x. وال u داش بكام؟ المفروض تبقى لو ال u ب 4x ال u داش ب 4، فأنا ما عنديش فوق 4 فهضطر أضرب وأقسم إيه على 4. يبقى دلوقتي لو بقارن كده هقارن دوت بالرول نمبر 3، تمام؟ هقارن إيه السؤال برول نمبر 3، هيبقى عندي ال f 5 وال u ب 4x. نرجع الورقة تاني عشان تبقى مظبوطة، تمام؟ هيبقى ال u على جنب كده لحد ما تلاقي نفسك بقيت فاهم الدنيا، ال u ب 4x، فال u داش عندك هتبقى ب 4، وال a بكام؟ ب 5. كل حاجة تمام. أنا محتاج ال u داش تبقى موجودة فوق. ال u داش اللي هي المفروض تبقى بكام، اللي هي derivative الحاجة ديت ب 4، مش موجودة. هتيجي بقلم مختلف وتروح ضارب في 4 وقاسم على ايه ال4. اعتبر ده كأنه قلم مختلف، هيبقى 4 ضربت في 4 اهو وقسمت على 4 كده. اليو داش متظبطه فوق، فالواحد على 4 دوت هينزل زي ما هو، دوت زياده عندي لان ضربت وقسمت. والمنظر دوت بقى انهي رول؟ بقى ساين انفرس دوت، اللي هو ساين انفرس يو على ايه. اليو عندك بكام؟ ب4x، والايه بكام؟ ب5. وتقفل كده البراكت بلس اي بلس سي. يبقى انت كده مظبط الرول بالملي وكل حاجة فيه سليمة. تأكدنا ان دوت هيكون ساين انفرس، شفنا اليو بكام وهل اليو داش موجودة فوق ولا لا. ملقناش موجودة فضربنا في 4 وقسمنا على 4، لان اليو عندك ب 4x الدريفتيف بتاعها هيبقى بكام؟ هيبقى ب 4. جميل. طيب نخش في المثال التالت. ده كده كان الاول والتاني. نخش في ايه؟ في المثال التالت، وبرضه هنخلي الورقة بتاعت الرولز ايه قصادنا. تعالى كده نبص ونشوف example number 3، نشوفه هيكون ايه. لو جالنا حاجة بالمنظر دوت، الانتجريشن بتاع ايه بقى؟ بتاع دي اكس على اكس، وفي عندك هنا ايه 4 ناقص 9 لين سكويرد اكس، حاجة بالمنظر ده. هنا ممكن نيجي في دماغك اول فكرة ويبقى براكت يترفع فوق باور نيجاتيف هاف، وهل ديريفيتيف انسايد ذا براكت بره ولا لا؟ للاسف مش هيبقى بره لان دي لين سكويرد، يعني دي لين اكس اول سكويرد، فانت محتاج بره 2 لين اكس في 1 على اكس، محتاج الكلام ده كله بره. هل الكلام ده موجود؟ لا، في بس 1 على اكس موجودة، فمش هينفع نضرب في لين ونقسم على لين، يبقى الفكرة دي مستبعدة. يبقى انا كده شغال على حاجة من الانفرس. ده ممكن يتظبط شوية، واول ما يتظبط هتلاقي نفسك عارف تجاوب والدنيا هتبقى سهلة. دي اكس تركن بعيد كده خالص، والحاجات اللي تحت دي اعملها حاجة سكويرد عشان تتخيل شكل الرول عندك. الاربعة دي ممكن تعملها 2 سكويرد ناقص 9 لين سكويرد اكس، ترمى السكوير على اللين كده، ترمى الاتنين على اللين، يبقى ديت معناها براكت مرفوع لباور 2، وهتضم التسعة معايا فهيبقى 3 لين كل دوت سكويرد. شايف كده عليها ديت اللي لما توزع التربيع هيبقى 9 لين تربيع اكس اهي، وطبعا 2 تربيع اللي هي ب4. والاكس اللي تحت ديت انا عشان مسبب وعارف الفكرة هتبقى ازاي، الاكس اللي تحت دي ممكن تترفع فوق كده تبقى 1 على الاكس، كأنك ما عملتش حاجة. انا ما رفعتهاش فوق باكس، لو كنت رفعتها فوق باكس غلط، هي اتعملت ايه؟ اتاخدت كده زي ما هي واتعملت 1 على الاكس. ليه عملتها كده؟ لان لما نيجي نقارن دوت بالورقة بتاعت الرولز، عندك رقم ناقص حاجة اللي هي اليو سكويرد تحت الجذر. دي شبه انهي واحدة؟ شبه الساين انفرس بالظبط. دي شبه ايه؟ شبه الساين انفرس. فانت محتاج تطلع الاي واليو واليو داش، ويبقى الاجابة خلصت. الاي عندك هتبقى بكام؟ الاي عندك الحاجة اللي تحت التربيع بالنسبة للأرقام ب2، اليو الحاجة اللي تحت التربيع بالنسبة للدوال اللي هي ب3 لين اكس. اليو داش بكام؟ هتعمل ديريفيتيف ل 3 لين اكس، هتبقى ب3 في 1 على اكس، يعني 3 على اكس، 3 على الاكس، 3 في 1 على اكس يعني 3 على اكس. انت عايز تتأكد هل اليو داش موجودة فوق ولا لأ؟ عندك فوق 1 على اكس فالدنيا في الأمان. محتاج كام عشان تخليها 3 على اكس؟ محتاج تضرب في 3، فهضرب في 3 وهقسم على كام؟ وهقسم على 3.
فالإجابة هتبقى 1/3 ينزل زي ما هو، والمنظر ده كله اتفقنا هيبقى ساين انفرس يو على الاي، اليو اللي هي بكام؟ بتلاتة لين اكس على الاي اللي هي بكام؟ باتنين بلس سي. تمام؟ فهي اللعبة كلها ازاي اظبط المنظر بحيث يطلع لي حاجة من الانفرس فانكشنز. طب لو جالي منظر زي دوت كده، سامبل 4، لو جالي حاجة عاملة كده، الانتجريشن بتاع ايه بقى؟ الانتجريشن بتاع كوزين اكس على السكوير روت بتاع 4 ماينس ساين سكويرد اكس. ديت احنا المفروض بقى ما نجيبش ورقة الرولز، عرفناها طالما عندك جذر وعندك الرقم ناقص الدالة تربيع، الرقم تربيع ناقص الدالة تربيع، يبقى انا كده بتكلم في ايه؟ بتكلم في الساين انفرس، يبقى انا كده بتكلم في الرول بتاع الساين انفرس. محتاج طبعا هنا في دي اكس نسيتها، محتاج تشيك هل اليو داش موجودة فوق، وتطلع عندك الاي واليو قصادك لحد ما تتمكن كده وتعرف تجاوب بسرعة. الاي عندك هنا بكام؟ المفروض حاجة سكويرد، هنظبط لك الشكل هيبقى كوزين اكس اهو. مسألة تانية بظبطها ايه؟ بدل الأربعة هعملها اتنين تربيع ناقص ساين تربيع اكس، هي متظبطة تبقى ساين تربيع اكس. فالاي عندك بكام؟ مش بأربعة، الاي بتاخد جذر الرقم، الاي باتنين. واليو بكام؟ الحاجة اللي تحت التربيع بالنسبة للدوال اللي هي بساين. فاليو داش هتبقى بكام؟ هتبقى بكوزين. هل كل حاجة عندك جاهزة؟ الاكزامبل ده جاي متظبط، عندي اليو داش فوق وعندي كل حاجة جاهزة، فالإجابة على طول هتبقى ساين انفرس يو على الاي، اليو بساين اكس والاي بكام؟ باتنين. فالإجابة هتبقى كده وتزود ايه؟ كونستانت. تمام؟ تعالى كده بقى نشوف لو جالنا اكزامبل زي ده، وده أهم اكزامبل وممكن نقفل بيه الفيديو. اكزامبل 5 ده أهم اكزامبل وبيجي كتير لأنه بيضم كذا حالة مع بعض. لو جالك الانتجريشن بتاع e باور x بلس e باور 2x على ايه بقى؟ e باور 2x بلس 1 dx. عايزين نفكر في الانتجريشن ده. مبدئيا كده هو مفهوش جذر، فهيبقى حاجة من ضمن التان انفرس أو التانش انفرس، بس انت عندك حاجة بلس حاجة تحت في المقام، عندك ايه؟ دالة تربيع مفروض زائد رقم تربيع، وهو فاهمك ايه موضوع اللي معمول له سكويرد هنا، فانت كده بتتكلم من الرول دوت هيبقى تان انفرس. بس عندي مشكلة فوق، اليو داش اصلا بكام؟ لو عندي اللي تحت دوت انا محتاج اليو، اليو بكام؟ الحاجة اللي هي بتبقى جذر الدالة بتاخد السكوير روت بتاع الفانكشن نفسها هي اليو. تمام؟ مفروض e باور 2x دي تتكتب e باور x all squared، فمحتاج فوق اليو داش، اليو هتبقى e باور x all squared، يبقى الاي اليو ب e باور x صح، فانا محتاج فوق اليو داش اللي هي ايه؟ e باور x برضه، فدريفيتيف e باور x ب e باور x، انا فوق ما عنديش المنظر دوت. طب دوت افكر فيه ازاي؟ دوت هتقسمه تكاملين، طالما عندك حاجه من المنظر دوت هتقسمها. هتتقسم ازاي؟ لما يكون عندك مثلا عندك ايه؟ عندك مثلث زائد دايرة على مربع، ده ينفع يتقسم مثلث على المربع زائد دايرة على المربع. تمام؟ فانت هنا لما تيجي تقسم اوعى تروح مقسم اي باور اكس على واحدة بس من دول، تقول اي باور اكس على اي باور 2 اكس واي باور 2 اكس على واحد، ده مفيش الكلام ده في الرياضة، ده غلط تماما. امال ده هيتقسم ازاي؟ ده هيتاخد اللي تحت ده كده هتعتبره كتلة واحدة، فهيبقى عندك تكاملين، الانتجريشن بتاع e باور x على الحاجة اللي تحت كلها e باور 2x بلس 1 dx، ادي كده مسألة، والانتجريشن بتاع e باور 2x على e باور 2x بلس 1 dx، دي كده مسألة ودي مسألة. يبقى عملت ايه؟ كأن المثلث هنا e باور x والدايرة e باور 2x والمربع هو المقام بالكامل اللي هو e باور 2x بلس 1. فقلت ال e باور x على كل اللي تحت و e باور 2x على كل اللي تحت، بقى عندي مسألتين. تمام؟ ديت المفروض نظبطها هتبقى شكلها كده، هيبقى e باور x على المنظر دوت ممكن اعمله كده، واحد تربيع زائد e باور x الكل تربيع dx. هل حصل حاجة كده؟ ودي هسيبها زي ما هي مش هاجي جنبها.
e باور 2x على e باور 2x بلس 1. بص كده لدي اللي انا ظبطتها. طبعا انت عندك e باور 2x بلس 1 ممكن تتعمل 1 زائد e باور 2x اهي. الواحد تربيع بواحد، انا عملته كده عشان تبقى عارف تطلع ال a واليو واليو داش في الرول بتاع الانفرس. e باور 2x هي عبارة عن e باور x all squared، تمام؟ لما يكون عندك باور في باور، باور لباور بيتضربوا في بعض مش بيتجمعوا، باور لباور بيتضربوا في بعض، فيبقى e باور 2x. دول لو اتفكوا كده يبقى e باور 2x. فانت عندك هنا على جنب عندي اليو بكام؟ اليو عندي ب e باور x، فاليو داش المفروض بكام؟ ب e باور x برضه، ديريفيتيف e باور x ب e باور x، والاي بكام؟ بواحد. هل اليو داش موجودة فوق؟ اه. يبقى كده المنظر ده منظر ايه؟ ايه الإجابة ديت الترم الأولاني؟ بالظبط ديت التان انفرس. هتقول واحد على الاي، يعني واحد على الواحد لان الاي بواحد، تان انفرس يو على الاي، يو اللي هي باي باور اكس والاي اللي هي بواحد. فانت كده مظبط شكل ايه المساله بالظبط. ودي طبعا كنت ممكن تجاوبها بسرعه، تقول تان انفرس اي باور اكس على طول، بس انا حابب اعملها لك كده لحد ما تلاقي نفسك ايه مشيت في الرولز وحفظتها. يبقى دي كده طلعت تان انفرس، لان عندي فوق ديريفيتيف مش الحاجه اللي تحت كلها، ده جذر الحاجه اللي تحت. فيبقى عندي ديريفيتيف اليو نفسها اللي معمول لها سكويرد، عندي ديريفيتيف اليو نفسها اللي معمول لها سكويرد. انما لو جينا بصينا على الترم الثاني هتلاقيه مساله من ضمن الفيديو اللي فات، حاجه تحت الديريفيتيف بتاعها فوق. هل الديريفيتيف بتاع اي باور 2 اكس بلس 1 موجود فوق؟ تعالى كده نشيك عليه. ديريفيتيف اي باور 2 اكس بكام؟ ديريفيتيف الاكسبوننشال هو بينزل زي ما هو، اي باور 2 اكس باي باور 2 اكس موجوده، بس المفروض في ديريفيتيف الباور بكام؟ ديريفيتيف الباور باتنين، فانت محتاج اتنين واقسم على الاتنين، فهيبقى نص. وكده الحاجه اللي تحت الديريفيتيف بتاعها كله فوق، لان ديريفيتيف ال1 بزيرو، فالحاجه اللي تحت الديريفيتيف بتاعها فوق اهو متظبط، هيبقى الاجابه لين الايه؟ لين المقام، يبقى لين اي باور 2 اكس بلس 1. كده انت خلصت، تمام؟ ذنب المهم جمع ما بين فيديوهين بالنسبة لك انت، او جمع ما بين جزئيتين، جزئية ان هي تبقى الاجابة لين المقام او تطلع تان انفرس. وعرفنا الفرق هنا اللي خلانا في حاجة ملمحلنا الدنيا ومظبطلنا الدنيا، ان عندي هنا فوق اي باور اكس بس، فانا ضمنت اللي تحت دوت لازم اخليه حاجة سكويرد، فعشان هيبقى عندي اليو داش موجودة فوق. انما هنا عندي الاي باي نفسها، فانا كده قلت ان ممكن الترم التاني دوت يبقى اجابته ايه؟ لين. هنقفل على بالاكزامبل دوت الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله الفيديو رقم 4 هنبتدي في انتجريشن باي بارتس. اللي عنده اي سؤال طبعا يكتبه وان شاء الله هرد عليه.